هكذا تتجلى الشخصية المصرية الوطنية في المواقف والأزمات، حيث قام الفنان محمد رمضان بتوفير كميات من الاحتياجات والمستلزمات الطبية والأقنعة والقفازات وأدوات التعقيم والتطهير. والله هم الأحق، هم يعني الدكاترة هنا هم اللي بيعانوا أكتر، هم المعرضين لخطورة أكبر، وده أقل واجب تجاه بلدي وأقل واجب تجاه دكاترة بلدي وأبطال هذه المرحلة. يعني زي ما الجيش بيحارب الإرهاب، إحنا عندنا دكاترة بتحارب خطر برضو زي الإرهاب بالظبط، وهو مرض الكورونا. اختار الفنان محمد رمضان الأطقم الطبية في مستشفيات العزل لكونهم الأولى بالدعم بكل أشكاله في هذه المعركة التي أصبح فيها كل أبناء مصر جنود. أنا سألت إيه المستشفيات اللي فيها يعني بعض العجز من ماسكات، مش ماسكات بتاعتنا، ماسكات خاصة بالدكاترة والمستلزمات اللي ناقصاهم. فقال لي مستشفى العجوزة، وقال لي مستشفى الشيخ زايد آل نهيان في الدويقة بس. فإنما لا، إن شاء الله أي شيء انا حسيت انه مطلوب اقدر اقدمه، ده يعني ده واجب مش خدمة. هكذا يضرب ابناء مصر نموذجا طيبا في الوقوف الى جانب دولتهم ودعم مؤسساتهم في مواجهة وباء كورونا المشتبه.